برحب النهارده بضيفنا دكتور عصام الروبي من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ دعاء. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا النهارده بنتكلم عن اليتيم وحق اليتيم، ونبدا الحلقه ونسال مين هو اليتيم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. اليتيم هو صغير مات ابوه، فكل من مات ابوه فهو يتيم، ولا يزال اليتيم يتيما حتى يبلغ الرشد. والأم؟ لا، الأم من مات أمها أو مات أمه ليس يتيما، يسمى في اللغة العربية شيء اسمه الهجين. يبقى اليتم من مات أبوه، الهجين من فقد أمه. طب من مات أبوه وأمه معا يسمى بيتم اليتم. أي من جمع الله تعالى له بين فقد الحبيبين وفقد المحبوبين، بين والده ووالدته، هذا يسمى يتم اليتم. أما من فقد أباه فذلكم هو اليتيم. اليتيم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى اليتامى. ليه؟ لأنني حينما أحسن إلى اليتيم فأنا أحسن إلى نفسي أولا، ولأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأن الخير كله فيه حينما نمد اليد بالعطاء والإحسان والبر إلى اليتامى. ولذلك رسولنا الكريم يقول: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. فالإحسان هو الأساس. ولذلك عني الإسلام عناية كبيرة بالإحسان إلى اليتامى. ومن قبله ما بعث الله تعالى نبيا أو أرسل رسولا إلا أخذ الله تعالى العهد والميثاق على هذا النبي أن يوصي نفسه وأن يوصي قومه بالإحسان إلى اليتامى. ولذلك حتى في بني إسرائيل يقول الله تعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. ونحن المسلمين أحوج ما نكون إلى أن نعمل وأن نأخذ بهذا الميثاق الأخلاقي الكبير، وهو الإحسان إلى اليتامى. ولذلك يعني نقول لأي إنسان يكفل يتيما أو يحسن إليه أو يمد يده إليه بالحنان والرعاية والاهتمام: أبشر، فإن النبي عليه السلام أعلمنا بأنك سوف تكون جارا ورفيقا معه في الجنة. كما جاء في الحديث: أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. وفرج النبي بين أصابعه السبابة والوسطى. وأيضا من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهارا وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله. الله. وكنت، أي كان رسول الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان. الإعالة هنا معناه إيه؟ أولا إن كان هذا اليتيم عنده مال عليك أن تحفظ له ماله وأن تنميه. وإن لم يكن عنده مال فعليك أن تدفع له من مالك. إذا كان هذا اليتيم يحتاج إلى توجيه أو رعاية أو اهتمام أو نصح أو تقويم فعليك أن تقومه وأن تنزل نفسك منزلة أبيه. مات أبوه، لكن أين أنت؟ أنت في منزلة أبيه. ولذلك رأينا النبي عليه السلام حينما مات أولاد ابن عمه جعفر بن أبي طالب اللي هو الشهيد الطيار، أحد القواد الثلاثة الذين ماتوا في غزوة مؤتة، النبي عليه السلام كان إن مر ماشيا على قدمي ورأى واحدا من أولاده كان يضمه ويحتضنه ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده. حتى لما النبي يكون راكب على الدابة ينادي على من حوله: ارفعوا إلي هذا الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه على دابته ويحنو عليه. هذا هو الحنان. ولذلك يعني حتى لا نطيل، كلمة مختصرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى جعل من علامات التكذيب بالدين، اقرأي معي قول الله، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يعني من علامات التكذيب بالدين أولا أن تنهر اليتيمة بعنف وشدة أو أن تقول له كلاما ليس طيبا. وكما جاء في القرآن: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقال: فأما اليتيم فلا تقهر. أي عليك أن تعامله معاملة إنسانية راقية، لأن اليتيم باب عظيم من أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيع. طيب.